المحلل السياسي التركي الأستاذ مصطفى أزجان. أستاذ مصطفى، مرحبا بك. وما دلالة ما أعلنه أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة السابق بدعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولحزبه العدالة والتنمية؟ هو طبعا أولا قبل إعلان طبعا ترشح أيضاً ترشح أحمد داوود ورئيس العدالة والتنمية، إذا هو أنقذ الموقف على أساس ربما حزب العدالة والتنمية لم يبدو لم يريد أن يرشح أحمد داوود في الفترة القادمة، لذلك بدلا من إعلان الحزب عنه وأعلن أصالة عنه قال أنه لا يعتزم أصلا ترشحه في الانتخابات القادمة التشريعية، إذا هو يعتزل في الفترة القادمة ولكن فقط في الفترة القادمة عن الحياة السياسية، ربما في المستقبل البعيد ربما يعود إلى حلبة السياسة مجددا، ولكن ربما ظروف غير مواتية لطبعا دخوله وانخراط في العمل السياسي في الفترة القادمة يعني طبعا إعلانه يدل على ذلك، إذا هو يعتزم عدم خوض انتخابات تشريعية، عدم الترشح حتى ينقذ موقف حزب العدالة والتنمية، ربما حزب العدالة والتنمية كما ذكرت لا يريد أن يرشحه في الفترة القادمة. طيب سيد مصطفى، المعارضة التركية في اجتماعات مستمرة منذ إعلان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا، لعل أبرز هذه الأحزاب حزب الشعب الجمهوري وكذلك الشعوب الديمقراطي، برأيك إلى أي مدى ستنجح المعارضة في التوافق على مرشح واحد؟ والله هناك صعوبات جمع أي فرد حزب جيد كما يقال طبعا رئيس هذا الحزب هي مرشحة ترشح نفسها للانتخابات الرئاسية، إذا ليس هناك إجماع وإتفاق من قبل المعارضة على شخصية واحدة أو مرشح واحد، مع أن أحمد داوود يشترط أن يكون هناك مرشح، ولكن مرشح للجميع ليس لحزب من الأحزاب المعارضة في هذه الحالة، وهو طبعا يقبل ترشحه من قبل المعارضة خاصة إذا ليس هناك إجماع، لذلك يعني ترشح مطلق حتى الآن غير متبلور أو حتى غير واضح، هل هو يرشح نفسه في هذه الحالة أو حزب الشعب الجمهوري يتبنى ترشحه في الرئاسة أم لا؟ هناك تساؤلات كثيرة خلال الأيام القادمة ربما يوم يومين سيتبلور يتضح الأمور أكثر فأكثر. طيب في ظل هذه الاجتماعات المتواصلة، يعني برز اسم الرئيس التركي السابق عبد الله جول على الساحة، لم يتخذ قرار حتى الآن لكن برز اسمه في هذه الاجتماعات، هل تتوقع يعني عبد الله جول من نفس الحزب، من نفس حزب العدالة والتنمية المبثق منه رجب طيب أردوغان، لم تجد المعارضة مرشحا قويا يعبر عن اتجاهها لترشيحه في الانتخابات؟ طبعا لديه بعض الشروط، وهو املى بعض الشروط للمعارضه حتى يتقبل ترشيح المعارضه بالنسبه له لانتخابات الرئاسيه القادمه، اولا طبجا وهو يريد طبعا نائب رئيس الوزراء سابقا وكان مسؤولا عن الشؤون الاقتصاديه، اذا كانت هو يعني يوافق طبعا تشكيل الحكومة القادمة أو الرئاسة القادمة تحت رئيس مثلا عبد الله قيل، في هذه الحالة عبد الله قيل طبعا يقبل ترشيح المعارضة اسمه في حلبة الانتخابات القادمة، وأيضا طبعا هناك شرط ثاني بالنسبة لعبد الله قيل أن يكون مرشحا وحيدا للمعارضة، ولكن هناك استقطاب في المعارضة ميرال أكشنر فهي ترشح نفسها من أي بارتي، لذلك الشروط غير متوافقة بالنسبة لطرح اسم عبد الله كيل، ولكن هو ربما يغير رأيه وربما تعطي ضغوطات تقبل ترشيح المعارضة اسمه في الانتخابات القادمة، ولكن الأمور حتى الآن كما ذكرت غير واضحة. شكرا.
شكرا جزيلا المحلل السياسي التركي الأستاذ مصطفى أزجان، كنت معنا عبر الهاتف.